الصوت واصل يا شباب؟ الصوت واصل؟ الحمد لله. إذا إن شاء الله سوف نحاول اليوم في هذا اللقاء الحي الثاني، فقط في هذا اللقاء الحي الثاني سوف نحاول أن نقدم لكم محاضرة المحاضرة الأولى والثانية قبل الابتداء. إذا فأنتظر منكم يعني العديد من الأسئلة الاستفسارات عشان قدر الله تعالى أقدر أفيدكم يعني بصفة سريعة. وبفضل الله تعالى سوف نبدأ ابتداء من الأسبوع المقبل اللقاءات يعني بصفة يعني ساعتي من أبدا. إذا كنا الأسبوع الماضي قدمنا يعني تعريف بهذا المقر وأعطينا أهمية نظم المعلومات الإدارية في حياتنا اليومية وحياتنا العملية، وأبرزنا يعني أهداف هذا المقرر ولماذا حقيقة ندرس هذا المقرر. يعني زي بطبيعة الحال ما ندرس مبادئ الإدارة أو ندرس مبادئ الموارد البشرية أو التسويق أو المالية أو المحاسبية، اليوم أصبحنا مجبرين ولسنا مخيرين على يعني أعطاء مقرر يعني اللي هو يسمى مقرر في مجال نظم المعلومات الإدارية. إذا فقد جعل تطور نظم المعلومات من مفهوم بيانات ومعلومات جزءا أساسيا من موارد المنشأة. لاحظوا اليوم أنه التطور الذي يعني بالنسبة لأنظمة منشأة المعلومات، وكنت الأسبوع الماضي أعطيتكم تعريف لنظم المعلومات وقلنا أنه مجموعة من الموارد الضرورية التي تتكون من هاردوير، سوفتوير، داتا، بيبل، نتورك، إن أردنا يعني موارد مادية، موارد برمجية، بيانات، أفراد أو أشخاص وشبكات، هذا الجزء الأول من التعريف، ويعني إجراءات ماذا؟ إجراءات جمع هذه البيانات، إجراءات معالجة هذه البيانات، إجراءات بطبيعة الحال تخزينها، وأيضا إجراءات نقل الأخير بما أن هذه البيانات عوجت وأصبحت ذات معنى، فإجراءات نقل المعلومات إما داخل المنشأة أو بين المنشآت. إذا فنظم المعلومات بحكم تطورها أصبحت جزءا أساسيا من موارد المنشأة مثل الموارد المادية والموارد المالية والموارد البشرية، خاصة في ظل الظروف المتغيرة التي تواجهها المنشآت سواء أما في بيئتها الداخلية أو الخارجية، وذلك ضمن الاتجاه المتسارع. نعم احنا الان اصبحنا في اتجاه متسارع نحو عالم الاسواق، نحو تحرير التجاره، نحو تراجع الحدود الاقليميه للدول المختلفه. وقد ادى الاعتماد على السبق في المعرفه ضمن المنافسه الحاده الى تغيير قواعد اللعبه التنافسيه. هنا فاصبحت المنافسه هنا، كيف اصبحت المنافسه؟ المنافسة أصبحت تعتمد على مساهمة الإنسان نفسه في نظم المعلومات والمعرفة أكثر من اعتمادها على الموارد الرأسمالية التقليدية الأخرى. هنا لاحظوا أنه أصبح هناك فرض شروط أخرى، أردنا فرض يعني آليات عمل مختلفة، آليات عمل مختلفة، وهذه الآليات أصبحت أكثر انطباقا بنظم المعلومات الإدارية. يا جماعة نحن الآن في المحاضرة المطورة الأولى، ما زلنا في المقدمة. إذا أكدنا على شيء هام جدا، انتبهوا معي يا شباب، وأن نظم المعلومات انتقلت أو تطورت من مفهوم بيانات المعلومات إلى مفهوم أكثر شمولية وأصبحت جزءا أساسيا من موارد المنشأة. وأكدنا شيء ثاني أنه قلنا المنافسة أصبحت يعني تعتمد المنافسة إن أردنا على مساهمة الإنسان في نظم المعلومات والمعرفة. والنقطة الثالثة أكدنا عليها هنا في المقدمة أنه يعني آليات العمل أصبحت مختلفة وأصبحت أكثر ارتباط بنظم المعلومات الإدارية. هل هذا واضح يا شباب؟
ورا شوفوا بالله بالعيد بعيد يعني توضيح كل الطلاب والطالبات، ليس هناك ملخصا معتمدا، لم اعتمد اي ملخص، لم اعيد لم اعتمد اي ملخص، هناك العديد من الملخصات من بينها ملخص ممكن لانه انتم اقترحتوه من الاول، من بينها ملخص سيادي فبعرف انه كويس. هذا ان اردتم تستعينوا به فهذا يعني يرجع لكم انتم فقط، لكن وجب عليكم مقارنه هذا الملخص بالمحاضرات المصوره، فان وجد نقصا اكملتموه وان وجد خطا اصححتموه. واضح يا شباب؟ هل كلامي واضح يا شباب؟ هل كلامي واضح؟ على كل حال يمكن ايضا بالمتابعه ايضا مع اللقاء الصحية وبالرجوعكم الى المحاضرات المصوره، فبقدره الله تعالى انا متاكد ان شاء الله انكم سوف تنجحون وبدرجات جدا مرتفعه جدا. وبطبيعه الحال بطلب منكم حقيقه المشاركه ووضع اسئلتكم ويعني المناقشة، فهذه هي الغاية من الرجوع إلى هذه اللقاءات الحية. وأنا أحاول أن أرجع إليكم على كل النقاط إن شاء الله وأحاول أن أفسرها مقتضبة. إذا ما هي أبعاد نظم المعلومات؟ اليوم بما أننا أصبحنا مجبرين ولسنا مخيرين عن استخدام نظم المعلومات أو استعمال نظم المعلومات الإدارية. فيعني وبما أن هذه أنظمة المعلومات هي تؤمن قيمة مضافة إن أردنا تؤمن للمنظمة كتنظيم، أيضا هي تؤمن للمنظمة حل الإداري لتحديات البيئة المحيطة بالمنظمة. لذا يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعالية، وأؤكد على هذا انتبهوا لهذا، يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعاليه الفهم الكامل لابعاده. ما هي ابعاده؟ هي ثلاثه. ما هي هذه الابعاد؟ ممتاز يا حنان، البعد وكوثر يعني البعد الاول وهو بعد المنظمات الاورجانيزيشن، والبعد الثاني وهو بعد اذا كان نتحدث عن المنظمات اذا لازم نتحدث عن البعد الاداري مانجمنت، والبعد الثالث وهو البعد التكنولوجي تكنولوجي. اوكي؟ اذا ما هي لو اخذنا مثلا نؤكد على هذا، قلنا انه يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعاليه الفهم الكامل لابعاده، والابعاد الثلاث وهي البعد المنظمي، البعد الاداري والبعد التكنولوجي. لو اخذنا بالنسبه لبعد المنظمه، ما هي وظائف المنظمه؟ فيما تتمثل وظائف المنظمه يا شباب؟ فيما تتمثل وظائف المنظمه؟ الان قليلا من مراجعه في مجال مبادئ الاداره. ممتاز جدا يا عبير، ممتاز جدا يا تهاني، يا كوثر، يا حفصه، ما شاء الله عليكم. اذا وظائف المنظمه هي تتمثل في مجال وظيفه التصويت، الانتاج، الموارد البشريه، الماليه، المحاسبيه الى اخره. اذا كل هذه وظائف المنظمه هي بحاجه الى ماذا اليوم؟ قبل هي بحاجه الى ماذا؟ هل هي تتفاعل مع بعض؟ هل هناك علاقات ما بين كل هذه الوظائف داخل المنشأة؟ هل هناك علاقات ما بين كل هذه الوظائف؟ نعم، بطبيعة الحال. إذا والعلاقات فيما بينها تعتبر عن طريق تبادل، خاصة تبادل المعلومات، تبادل المعلومات وكمية هائلة من المعلومات. فالتسويق هو بحاجة لمعلومات عن عملية التصنيع، عن المخزون، والتصنيع هو بحاجه عن معلومات عن الموارد البشريه والماليه، يعني بحاجه الى معلومات عن التصنيع وعمليه التسويق والموارد البشريه والمحاسبه نفس الشيء. اذا فكل هذه الوظائف اصبحت اليوم هي بحاجه الى نظام معلومات محوث. وقلت ما معنى نظام معلومات محوث؟ ما معنى نظام معلومات محوث؟ محوث بالانجلش يعني كمبيوترايز. ما معنى نظام معلوماتي محوزة؟ هل عندكم فكرة يا شباب؟ ممتاز يا فيصل يا إفراح، يعني يعتمد على الحافظ يا إفراح. ممتاز جدا، ممتاز جدا.
يعني يا مديرة، إذا يعني أنظمة معلومات اللي هي تعتمد على الحاسب الآلي. سؤالي الآن، هل يعني أن الورقة والقلم أيضا يمكن اعتبارها نظم معلومات؟ هل يمكن اعتبار إذا الورقة والقلم نظم معلومات؟ إلا نعم، ممتاز جدا، ممتاز جدا يا شباب، نعم. لكن اليوم نحن في القرن 21، اليوم المنشآت يعني هي تحاول أن تبتعد على يعني المنظومة الورقية إن أردنا التقليدية. إذا فالأنظمة أصبحت تبحث عن أنظمة المعلومات، فإن تحدثنا الآن من هنا بالغاية، إن تحدثنا عن نظم المعلومات، لا يمكن أن نتحدث عن نظم المعلومات من ناحية الورقة والقلم التقليدية، فإننا نتحدث عن أنظمة المعلومات المحوسبة التي تعتمد على الحاسب الآلي، التي تعتمد على تكنولوجيات المعلومات إلى آخره. إذا فكل وظائف المنظمة هي بحاجة إلى نظام معلومات محوسب، وهذا نظام المعلومات المحوسب لقلنا بطبيعة الحال وأعطينا تعريف لنظم المعلومات، وأعيد ماذا نقصد بنظم المعلومات، نعم ما هو تعريف نظم المعلومات يا شباب اللي أعطيتكم إياه؟ ما هو التعريف اللي أعطيتكم إياه؟ هل تتذكرونه؟ ماذا نقصد بنظم المعلومات؟ ما معنى نظم المعلومات؟ ترى بسألكم هم جدا انكم تعرفوها ذلك يا حنان، تغيير ايش؟ ممتاز يا تهاني، هي مجموعة من الموارد الأساسية أو الضرورية، ما هي هذه الموارد الأساسية؟ تهاني قالت خمس، ممتاز جدا، ممتاز جدا يا تهاني، ما هي هذه الموارد الأساسية الخمس؟ أولا إن تحدثت عن نظم المعلومات فإننا لازم نتحدث عن الهاردوير، تتحدث عن جهاز كمبيوتر إن أردنا، إذا الهاردوير يعني المكونات المادية، صح ولا لا؟ هذا أولا، ثم ثانيا إن تحدثنا هل هذا يكفي؟ فقط جهاز كمبيوتر يعني شاشة كيبورد ماوس فقط، هل هذا كافٍ لتعريف نظم المعلومات؟ هذا المورد الأول الأساسي، لا الهاردوير، ثانيا يلزمنا ممتاز يا تهاني، يلزمنا السوفت وير المكونات البرمجية، هل هذا كافي؟ على ماذا سيشتغل؟ تستخدم الجهاز الكمبيوتر مع السوفت وير، اذا داتا، الداتا اللي نقصد بها البيانات، من سيشتغل عليهم؟ الافراد او الاشخاص. بطبيعه الحال لا يمكن اليوم ان نتقاضى على تكنولوجيا هامه جدا وهي تكنولوجيا الشبكات. هذه الخمس موارد ضروريه. ثم هذا الجزء الاول اللي سميته انا اقول ويل للمنظمين فقط، ان اعطيني تعريف هذا فهو ناقص. فالجزء الثاني وهي اجراءات ايش؟ قبل التخزين وقبل اجراءات الجمع. كيف نقدر ان نجمع هذه البيانات؟ اجراءات المعالجه، اجراءات التخزين ستوريج تكنولوجي ان اردنا، واجراءات نقل ايش؟ سننقل في الاخير يا جوهره، ننقل معلومات، البيانات التي جمعناها من الاولى ننقل البيانات. ننقل بيانات اما داخل المنشاه او بين المنشات او داخل المنظمه او بين المنظمات. إذا خلينا نرجع، إذا هذه الوظائف هي بحاجة إلى أنظمة معلومات، قلنا أني محوسبة الآن خلاص فهمنا، ماذا تؤمن لنا هذه الكمبيوترات والبرمجيات والتكنولوجيات، ماذا تؤمن لهذه الوظائف؟ ماذا تؤمن لهم؟ ممتاز جدا، تؤمن يا سمية، تؤمن لهم السرعة، تؤمن لهم الدقة، هذا اللي لا يمكن أو كذا، وهذا اللي لا يمكن أن يضع فيه إياه يعني الورقة والقلم، يضع فيه إياه يعني العنصر البشري، لأنه عنده قابلية يعني محدودة جدا في مجال المعالجة أو في مجال جمع هذه البيانات. هذا فيما يخص المنظمة ووظائف المنظمة. الآن البعد الثاني، وهو البعد الإداري. البعد الإداري المانجمنت. إذا إن تحدثنا عن منظمة، تحدثنا عن وظائف المنظمة، الآن ما هي وظائف الإدارة؟ ما هي وظائف الإدارة؟ ممتاز جدا، وظائف الإدارة هي التخطيط، التنظيم، التقليدية اللي بنعرفوها، الأربعة، البلانينج، أورجنايزنج، الدايركشن والكونترول، التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة. صح ولا يا شباب؟ إذا فنحن بحاجة يعني هذه وظائف الإدارة يعني بطبيعة الحال لنا يعني هي بحاجة إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة أيضا في مجال إما في مجال التخطيط أو في مجال التنظيم، في مجال التوجيه، هنا عن طريق أخذ القرارات والتجهيز، ونحن كمختصين في إدارة الأعمال مطالبين بأخذ يعني القرارات، بالقيادة، التجهيز، الكوميونيكيشن، الاتصال،
وأعراض الاغتصاب يمكن تكون في شكل يعني صار. ما هي الأشكال الاغتصاب؟ ما هي أشكال الاغتصاب يا شباب؟ هذا سؤال يمكن أعطيه. ما هي أشكال الاغتصاب؟ يمكن يكون ممتد جدا، أفقي، تنازلي، تصاعدي، قطري. هل تعرفوا بمعنى قطري؟ قطري هذا أيضا فهمتوني أم لا؟ تعرفوا بمعنى قطري أم لا؟ لا لا يا ما لا يا عبد. القطري هو الذي يعني لو اخذنا اوكي بفكركم الاتصال القطري. لو اخذنا مثلا هيكل تمريري بالنسبه للمنشاه، الهيكل الهام التقليدي بالنسبه للمنشاه، فيمكن يعني ان اردنا الصاعد والنازل هو الذي يكون اما افقيا او عموديا، صح ولا لا؟ اما يكون افقي او عمودي، الصاعد او النازل، سامحوني صاعد ونازل يكون سامحوني ليس افقي، عمودي. واضح ام لا؟ لكن القطري يمكن يكون منحني. يعني مثلا يمكن يكون شخص في التدقيق في إدارة المحافظة تكون له علاقة مع شخص يكون في قسم التسويق أو مدير التسويق. فهمتوني يا ابن؟ مدير التسويق. واضح ولا لا؟ إذا قلنا أنه النازل والصاعد يكون بشكل عمودي، واضح ولا لا؟ النازل والصاعد يكون بشكل عمودي، صح ولا لا؟ هناك الاتصال الأفقي، لكن القطري، الاتصال القطري هو الذي يمكن أن يكون أشخاص، يعني يمكن أن يكون منحني إن أردنا أوكي، يعني علاقة مثلا المسؤول في يعني في قسم التدقيق في إدارة المحافظة، يعني هو بطبيعة الحال يكون له علاقة عمودية مع مدير مباشر في قسم المحافظة، لكنه يمكن له أن يكون له علاقة منحنية إن أردنا قطرية، يعني مع مثلا مدير التسويق أو مدير الموارد البشرية أو الإدارة العليا. واضح يا شباب؟ واضح؟ إذا قلنا أيضا تحدثنا عن التنسيق، لكن أيضا نتحدث على الاتصال، لكن أيضا هناك شيء هام جدا في مجال نظم المعلومات الإدارية وأهمية نظم المعلومات الإدارية في مجال الإدارة، وهي عملية التنسيق الكوردينيشن. عملية التنسيق وما يمكن أن تسهل يعني على جميع المختصين في الإدارة أو على جميع موظفي الإدارة في عملية التنسيق عن طريق الاعتماد على نظم وتكنولوجيات المعلومات. إذا فنظم المعلومات اليوم هي تحت تطلعات وتوجهات وطموحات وزراء هذا العالم. البعد الثالث والأخير بالنسبة لي قلنا يعني عند استخدام نظم المعلومات يعني بفعالية لازمنا فهم الكامل يا فعالية. البعد الثالث والأخير والبعد الهام جدا اليوم وهو البعد التكنولوجي صح ولا لا؟ فتكنولوجيا المعلومات اليوم هي تمثل كل ما يهم الأجهزة، المكونات المادية إن أردنا عن طريق الأجهزة، البرمجيات، الأدوات، الوسائل والطرق ونظم البرمجة التي تحتاجها المنظمة لتحقيق أهدافها وتساعدها في تنظيم وتسجيل وتخزين وتخزين ومعالجة واستخدام واسترجاع المعلومات إلى آخره. فتكنولوجيا المعلومات هي تعتبر اليوم واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها المديرون لمواجهة التحديات، سواء كانت في مجال التجهيزات المادية أو في برمجية الحق. لو أعطيتكم مثال في مجال ألو سامعيني يا شباب؟ واضح الصوت؟ إذا لو أخذنا مثلا في مجال اليوم لو أخذنا في مجال المكونات المادية، لما نشتري مثلا كمبيوتر سوف ننظر الى الشاشه، سوف نبحث عن تكنولوجيا الشاشه، صح ولا لا؟
شوفوا لنا يعني حنشوفوا يعني التكنولوجيا يعني عدد البيكسل الى اخره. يعني تذكروا ال سي دي لاب كارد الى اخره، فهمت ولا؟ اذا اليوم التكنولوجيا اصبحت هامه جدا، ليس البحث فقط عن نظم المعلومات بل نظم المعلومات وضعها التكنولوجيا المصاحبه لها. اليوم اصبحنا نتحدث عن تقسيم تكنولوجيا التخزين، اصبحنا نتحدث عن ستوريج تكنولوجي تكنولوجيا التخزين. ومثلا اليوم الاشكاليه الكبيره التي اصبحت تعاني منها العديد من الشركات وهي اشكاليه البيج داتا، البيانات الضخمه وتخزين البيانات الضخمه. وماذا كانت الحلول الان؟ هو البحث عن حلول تكنولوجيه جديده. ما هو الحل التي اليوم القاه العديد من الشركات؟ ما هي الحلول التي راحت اليها العديد من الشركات؟ انتبهوها يا شباب، الكلاود، الكلاود كومبيوتنج، الحوسبه السحابيه، صح ولا لا؟ صحيح ام لا يا شباب؟ ايضا نتحدث ايضا اليوم على تكنولوجيات الاتصال، تكنولوجيات الشبكات. أعيد يا حنان، أعيد ما عندكم أي مشكلة، أعيد. الصوت يقطع ولا الصوت كويس يا شباب؟ بالله عليكم يا شباب، هل الصوت واضح؟ في بعض الصدى متأخر من كل المكان اللي أنا فيه، في بعض الصدى. أحاول أني ببحث عن بعض اوكي. اذا قلنا انه لما تحدثنا عن تكنولوجيا التخزين، كنا نتحدث عن تكنولوجيا التخزين، وقلنا اليوم انه العديد من الشركات اصبحت تبحث عن تكنولوجيا جديده. فالشركات اصبحت عندها اشكاليه جديده، شوفوا الاشكاليه كيف تتطور. الشركات اليوم اصبحت عندها تكنولوجيات اشكاليه ما نسميه بالبيج داتا، بكتبها لكم من اراكم. أو البيانات الضخمة. صح ولا لا يا شباب؟ ما الحلول؟ يعني لما يكون عندك بيانات ضخمة جدا، إشكالية الآن أصبحت الشركات عندها إشكالية كيف عملية التخزين بتاعها؟ البحث عن حلول جديدة، حلول تكنولوجية جديدة. هنا الحل أتى عن طريق الكلاود كومبيوتينج. عن طريق الكلاود، الكلاود كومبيوتينج، الحوسبة السحابية إن أردنا بالعربية. صح ولا لا يا شباب؟ إذا كل هذا وبطبيعة الحال اليوم ليست يعني تكنولوجيا الحوسبة السحابية لا تأتي من فراغ، ليست أيضا تكنولوجيا وراءها تكنولوجيا الاتصالات والشبكات. وذلك نلاحظ أن اليوم استخدام بشكل واسع جدا، استخدام يعني أدى كل ذلك إلى استخدام بشكل واسع وواسع جدا من قبل أفراد والمنظمات لشبكة الإنترنت والإنترنت والإكسترنت. واضح؟ أنا أحاول أن أفيدكم بالعديد من الأشياء، بالعديد من الأشياء اللي هي يعني في الآن في قلب الإشكاليات داخل المنشآت. أحاول أن أعطيكم أشياء جديدة جدا. إذا هذا بما يخص أبعاد نظم المعلومات. خلينا نشوف ما هو النظام، لما تعطوا المقرر هو عنوانه نظم المعلومات الإدارية. إذا لو رجعنا، لو فصلنا يعني الكونسبت هذا، حنجد انه متكون من ثلاث كلمات، ما هو النظم والمعلومات والاداره، صح ولا لا؟ تحدثنا عن الاداره وما زلنا نتحدث عنها. الان سوف نحاول ان نقدم النظم ونظريه النظم ومكونات النظم، وماذا نقصد بالنظم؟ اذا فالعديد او الكثير من الناس يستخدمون مفهوم النظام سيستم ان اردت مفهوم النظام، وانا اطلب منكم انكم تقولوا تعرفوا هذا التعريف
هنرجع ليه؟ لان يستخدم كثير من الناس مفهوم النظام بصورته المطلقه والعموميه في الوقت الذي يتوجب استخدام هذه المفاهيم في مواقفها الصحيحه والدقيقه. لذلك هنا يتوجب علينا ان نحدد تعريف لمفهوم النظام. تعريف لمفهوم النظام. اذا ما هو النظام؟ لو بعثنا ما هو النظام؟ لو تعطوني تعريف اي عبير قبل ما تعمل بتنسيق تام، من هي التي تعمل بتنسيق تام ومعاد عبير؟ من؟ ما هو النظام؟ سيستم ان اردت بالانجلش، ما هو النظام؟ ممتاز 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 يا افراح، ممتاز يا حنان، ممتاز يا تام. اذا هو مجموعه قبل كل شيء، هو مجموعه من العناصر او الاجزاء المترابطه. انتبهوا، هام جدا هذا التعريف ورائع جدا. هو مجموعه من العناصر او الاجزاء المترابطه التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل وتحكمها علاقات واليه عمل معينه في نطاق محدد. اذا هذه المجموعه من العناصر او الاجزاء المترابطه هي تعمل بتنسيق تام وتفاعل وتحكمها علاقات واليه عمل معينه في نطاق محدد. هنشوف هذا النطاق، وذلك لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام. هنا بتوقف هنا. بتوقف هنا. بالنسبة للتعريف حاقف لحد هنا. خلينا نفهم التعريف هذا اللي اعطيناه. قلنا هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل وتحكم علاقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام. من يقدر يعطيني على حسب هذا التعريف، من يقدر يعطيني، وهذا التعريف هام جدا ويجب تعرفوه نقطة بنقطة، من يقدر يعطيني مثال لذلك؟ مثال لنظام على حسب هذا التعريف. ممتاز يا عبد الله، شفنا الإنسان، ممتاز رائع جدا، أحسن مثال يعني نظام جامعة الإمام، ممتاز جدا، أو جامعة الإمام، وزارة التعليم بصفة عامة. الكمبيوتر هو نظام، السيارة هي نظام، عمادة التعليم عن بعد هي نظام، الدولة هي نظام، الكون هو نظام، الذرة هي نظام، نظام الاتصالات أيضا نظام. إذا لما نقول مثلا جسم الإنسان، خليني نرجع للمثال اللي أعطاه لنا عبد الله، جسم الإنسان، جسم الإنسان لو رجعنا إلى التعريف هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة. ما هي العناصر والاجزاء المكونه لجسم الانسان؟ نجد القلب، الرئه، المخ الى اخره، صح ولا لا؟ هل هذه العناصر او الاجزاء هي تعمل هي مترابطه فيما بينها؟ هل هي مترابطه فيما بينها؟ نعم. هل تعمل بتنسيق تام وتفاعل؟ نعم. هل تحكمها علاقات واليه عمل معينه؟ الا يعني هناك مثلا العلاقة، هناك آلية عمل محددة ما بين القلب والرئة في مجال يعني دوران الدم مثلا. هل الآن في نطاق محدد، النطاق الذي أعطيناه وحددناه وهو جسم الإنسان، لكن الشيء الهام في أي نظام هو في تحقيق غاية مشتركة وهدف عام. هذا من أهم الأشياء. هل نرجع الآن مثلا أعطينا مثال جسم الإنسان، هل جهاز الكمبيوتر يكون اعتباره نظام؟ إلا مكونات وعناصر، الكيبورد، الشاشة، المذكرات إلى آخره، عندها علاقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد، وتحكمها علاقات يعني وقلنا يعني لتحقيق الغايات المشتركة وهدف عام. أي شيء يعتبر نظام؟ لكن السؤال الآن، سؤال الآن، هل مثلا تحدثنا عن جسم الإنسان، تحدثنا عن جهاز الكمبيوتر، تحدثنا عن جامعة الإمام، كلية الاقتصاد، عمادة التعليم عن بعد، هل هذه الأنظمة هي أنظمة مفتوحة أو أنظمة مغلقة؟ هل هذه الأنظمة اللي قدمناها هل هي مفتوحة أم مغلقة؟ جدا مفتوحة، لماذا مفتوحة؟ لماذا مفتوحة؟ وما معنى مفتوحة؟ ما معنى النظام مفتوح؟ أو من قال مغلقة؟ لحظة لحظة لحظة، من قال مغلقة؟ في شخص قال مغلقة؟ لا هي مفتوحة، اوكي هي مفتوحة. إذا لماذا؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا يا حنان، ممتاز جدا يا حنان. إذا
يحفر ممتاز جدا لانها تتفاعل مع الخارج، لان تتفاعل مع بيئتها الخارجيه ان عرفنا، اذا فهي تؤثر وتتاثر ببيئتها، هي تتفاعل ممتازه فهي تتفاعل مع بيئتها الداخليه والخارجيه خاصه، فهي تؤثر في البيئه الخارجيه وتتاثر بها. وذلك نرجع الان للتعريف للجزء الثاني من تعريف النظام، ان كان هذا النظام نظاما مفتوحا فيكون بواسطه بطبيعه الحال قبول مدخلات ومعالجه هذه المدخلات من خلال اجراء تحويل منظم لهذه المدخلات بهدف انتاج المخرجات مع تقنيه رابعه، وتسمى هنا هذه العمليه مدخلات معالجه مخرجات تقنيه رابعه، تسمى بديناميكيه النظام. تسمى بديناميكيه النظام. اذا النظام يكون ديناميكي لما يكون نظاما مفتوح، نظام يؤثر ويتاثر بالبيئه، نظام تكون فيها وتكون فيه مدخلات ومعالجه ومخرجات. يعني لو طرحنا الموضوع وقلنا نظام مفتوح يعني انه هناك نظام مغلق، صح ولا؟ يعني انه هناك نظام مغلق. من يمكن ان يعطيني مثال للنظام المغلق؟ من يمكن انه يعطيني مثال للنظام المغلق؟ من يعطيني مثال للنظام المغلق؟ الاوفيس. كيف الاوفيس يا تهاني؟ نظام الاوفيس يعتبر نظام مغلق؟ كيف يا تهاني؟ ما معنى نظام المفتوح يا تهاني؟ ما معنى نظام المفتوح؟ برجع لك يا عبد الله، ممتاز يا عبد الله، برجع لك قبل ما نتحدث. تهاني ما معنى النظام المفتوح؟ قلنا النظام المفتوح هو النظام الذي يتفاعل مع بيئته الخارجية فيؤثر ويتأثر بها. الأوفيس لا يمكن أنه يشتغل لحاله، صح ولا لا؟ هو يتفاعل مع يعني مع الهاردوير، يتفاعل مع البيانات إلى آخره، إن أردنا. إذا مثل مثلا نعطيه الأنظمة المغلقة هي قليلة جدا، مثل نظام الذرة أو التفاعل الكيميائي المنعزل هي أنظمة مغلقة. أغلبية الأنظمة هي أنظمة مفتوحة أو مغلقة؟ أغلبية الأنظمة هي أنظمة مفتوحة، قليلا الأنظمة المغلقة. يمكن أعطيكم مثال ثاني لنظام مغلق، مثلا الساعة يمكن يكون نظام مغلق. الساعة. لكن ساعة اليد إن أردنا، لكن في بعض الساعات أنا ما بريد أعطيه دائما هذا المثال، بس حاشاه لأنه هناك ساعات التي لا تشتغل إلا بحرارة اليد. صح ولا لا؟ حرارة الجسم. صحيح أم لا يا شباب؟ فأتفادى هذا المثال. فبتقول يا إذا استطيع النظام سيستم إذا وأؤكد على هذا ومجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة التي تعمل بتنسيق الدم والتفاعل تحكم علاقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد لتحقيق غاية مشتركة وهدف عام بواسطة قبول مدخلات، إن كان هذا النظام بطبيعة الحال مفتوحا، إن كان هذا النظام مفتوحا وذلك عن طريق قبول مدخلات ومعالجتها من خلال إجراء تحويل منظم المدخلات بهدف إنتاج مخرجات مع تقنية رابعة ورقابة، وتسمى هذه العملية ديناميكية النظام. إذا النظام يمكن أن يكون أيضا يمكن ان نعطيك تعريف اخر، هو مجموعه من العناصر المترابطه والمتكامله والمتساعده لتحقيق الهدف المشترك. فالعلاقه اذا بين عناصر النظام هي الرابطه التي تربطها معا نحو تحقيق هذا الهدف المشترك للنظام. اذا لو رجعنا لهذه التعريف، اذا يمكن ان نقول ان بتعريف النظام يجب ان يكون التعريف مشتمل على ثلاث عوامل أو ثلاث مكونات، خلينا نقول أو ثلاث عوامل. ما هي هذه المكونات أو العوامل التي يجب أن تكون موجودة في تعريف أي نظام؟ ما هي هذه المكونات؟ أي هذا جزء؟ لا يا عبد الله، لست موافقك، ليست المدخلات والمخرجات والتغذية الرجعية، لا التغذية الرابعة وليس الرجعية. يا عبد الله التغذية الرابعة، إذا أولا في أي تعريف النظام لازم يكون انه اولا يتكون من مجموعه من الاجزاء او العناصر، ممتاز جدا، هذا العامل الاول او المكون الاول.
ثانيا ان يكون ممتاز جدا وشوف التفاعل مع الشباب ما شاء الله عليكم، ان يكون بين هذه الاجزاء علاقات متبادله او متداخله بينها او مرتبطه بعضها البعض. وثالثا وهذا ايضا هام جدا، المكون الثالث او العامل الثالث في تعريف اي ممتاز يا حفصه، ممتاز يا حفصه، ان يكون انها تعمل مع هذه العناصر او الاجزاء تعمل معا في سبيل تحقيق هدف معين او مشترك. ان كان هذا النظام مفتوحا يمكن ان نضيف له، هنا برد عن عبد الله اللي قالوا عبد الله الله يجزاكم خير كلكم، ان كان هذا النظام مفتوحا يمكن ان نضيف له مكون، يعني المكونات الثلاث حق النظام المفتوح، وهي المدخلات والمعالجه والمخرجات والتغذيه الرجعيه. التغذيه الرجعيه. التغذيه العكسيه والتغذيه الرجعيه. الفيدباك اللي يسميهم الايه. إذن ماذا يمكن أن نستنتج؟ شيء خلينا نشوفه من هذا التعريف، من هذه التعريفات يعني هناك ثلاث استنتاجات هامة جدا. هناك ثلاث استنتاجات هامة جدا. يعني أريدكم أؤكد عليه وأريدكم أن تنتبهوا إليه. الاستنتاج الأول وهو أن النظام يتكون من عدة أجزاء وعناصر، صح ولا لا؟ وبالتالي يمكن اعتبار كل جزء أو كل عنصر منها يمكن اعتباره، ماذا يمكن اعتباره؟ نظاما فرعيا، يمكن اعتباره نظاما فرعيا. أو بالإنجلش سب، أو بالإنجلش يا شباب نسميها سب سيستم. نظام فرعي أو سب سيستم. ما معنى نظام فرعي او سب سيستم بالانجليزي؟ ما معنى نظام فرعي؟ ما معنى نظام فرعي؟ يعني قلنا هو الاجزاء او العناصر يمكن اعتبارها نظام فرعي، لماذا قلنا نظام فرعي؟ يعني اوكي كانت كويسه ايضا جزء او عنصر، صحيح، ما معنى نظام فرعي؟ اعطيكم مثال ممتاز، النظام الواحد عنده عده انظمه فرعيه، ممتاز جدا، مثلا جامعه الايمان يمكن اعتبارها نظام. ما هي مكونات أجزاء أو عناصرها والأنظمة الفرعية المكونة لها؟ العمادات، الكليات، المعاهد، الإدارة، طلاب الجامعة إلى آخره. فلو أخذنا مثلا كلية الاقتصاد والعمدانية اللي هي كانت خلينا نقول جزء أو عنصر أو نظاما فرعيا داخل نظام كلي، وأخذناها بحالها، واعتبرناها نظام لحاله. صح ولا لا؟ يمكن اعتبارها نظام لحاله. صحيح، فهذا النظام الفرعي يمكن ان يصبح نظاما لحاله، وهو مكون نفس العقليه، ومكون من اجزاء وعناصر ورابطه وعند اليه عمل وهدف الى اخره. اذا فيضم النظام الواحد عده انظمه متداخله. ممتاز، واضح ولا يا شباب؟ هذا الاستنتاج الاول. الاستنتاج الثاني انه هذه الاجزاء او العناصر او النظم الفرعيه، تقسيم الارض النظم الفرعيه، هي ترتبط مع بعضها بعضا طبقا لنظام اقتصاد محدد. وهذا الارتباط هو الذي يعطي النظام صفه التكامل والتماسك. هذا اللي يعطيه صفه التكامل والتماسك، يعني لما نقول جسم الانسان لا يمكن تتحدث عن قلب فقط او عن رئه فقط، بل هو نظام شامل كامل. هناك تناسق ما بين عناصره واجزائه او انظمته الفرعيه. اذا هنا الاستنتاج ان حدث اي خلل حتى ولو كان بسيط جدا في اي نظام فرعي او عنصر او جزء فيمكن لهذا النظام ان لا يحقق اهدافه. وبالتالي يختل ممتاز جدا، ممتاز جدا يا افراح، يمكن لهذا النظام ان يختل. ويمكن ان نذهب الى اكثر من ذلك، يمكن لهذا النظام ان يتلاشى، ينتهي، يموت، يختفي، صح ولا لا؟ الاستنتاج الثالث يا شباب، الاستنتاج الثالث الذي يمكن ان ناخذه من التعريف، هذا التعريف، وهو النظام هدايا، انه لاحظنا انه يعمل النظام لتحقيق ها
هدف او مجموعه اهداف محدده تحكمون شرعه. اولا اذا في عمل نظام تحقيق هدف او مجموعه اهداف محدده تحكم نشاطه، اولا تحكم نشاطه، تحدد العلاقات بين اجزائه، وهي السبب اصلا، واؤكد وهي السبب اصلا في وجود هذا النظام. يعني بعباره اخرى لا يمكن ان نجد ان نتحدث عن نظام وليس له اهداف، لا يمكن بتاتا. اي نظام عنده اهداف، ويوجد الاهداف وجد النظام. واضح؟ واضح شباب؟ اذا الى هنا ان شاء الله يعني سوف يعني ان اردنا نتوقف هنا، الوقت دهمنا. رغم انه انا كنت اريد ان اتحدث عن احكام تحديد النظام، يعني احكام تحديد النظام وهي الست، يعني لو اخذناها ونواصل معها احسن، عشان الاسبوع المقبل يعني نتحدث عن نظريه النظم والنماذج الزائده احسن، نواصل فقط سريعا. ما هي احكام تحديد النظام اذا؟ احكام تحديد النظام، احكام تحديد النظام يا شباب، احكام تحديد النظام هي ست. اولا يعني لازمنا نتحدث، لو نتحدث عن نظام لازمنا نتحدث ما هي حدوده ونظامه، نعرف عن ماذا نتحدث، عن ماذا نتحدث. ثانيا الغرض او الهدف من وجود هذا النظام ليس اجبارا في الترتيب، لست مجبرين من عقوبه ترتيبيه، لكن انا اعطينا الترتيب المنهجي. ثالثا يجب ان نبحث عن العناصر المكونه لهذا النظام، ثم رابعا العلاقات الموجوده بين هذه العناصر، وخامسا ما اليات العمل التي يمكن ان توجد بين عنصر وعنصر، والعنصر السادس والهاء، ولا تنسوا هذا هام جدا بالنسبه لاحكام تحديد النظام. يعني شفتوا اللي قدمناه اكدنا عليهم اليوم، كل العناصر اكدنا عليهم اليوم، يعني العنصر السادس وهو بيئه النظام. لماذا؟ لانه نحن الانظمه التي نتحدث عنها هي انظمه مفتوحه، فهي تتفاعل مع بيئتها الخارجيه، فهي تؤثر وتتأثر بها. واضح يا شباب؟ واضح؟ ممتاز جدا، إن شاء الله كنا أفدناكم، إن شاء الله كنا أفدناكم، كنت نزلت لكم على الموقع على نظام تجارب، نزلت لكم يعني فهم يمكن الرجوع إليه لفهم كل النقاط التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله. ايضا نزلت لكم العديد من المراجع اما اساسيه او يعني مسانده، فيمكن الرجوع اليها والاستفاده منها. وان شاء الله بقدره، ان شاء الله قبل كل شيء ايضا يكون الصوت واضح والكلام مفهوم. هل اللغه مفهومه يا شباب؟ ان شاء الله الكويزات سوف تبدا بدايه من الاسبوع المقبل مع الكويزات، وتبدا بدايه من الاسبوع المقبل مع اللقاءات لما يكونوا في ساعتي. اذا جزاكم الله الف خير، بارك الله فيكم، بقدره الله تعالى نتقابل معا الاسبوع المقبل، ويكون عندنا مع لقاءين حيين ان شاء الله، اللقاءين الحيين الثالث والرابع. جزاكم الله الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.